بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل الحرارة في الصباح على كافة الأنحاء، وحر رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل بالليل على كافة الأنحاء، وفي ارتفاع في نسبة الرطوبة، وده اللي بيزود الإحساس بدرجة حرارة أعلى من المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. يا رب إن شاء الله. طمنينا عن حالة الطقس، وهنعمل إيه بقى بكرة في العيد، والطقس النهاردة هيبقى عامل إزاي، خصوصا إن في ارتفاع في نسبة الرطوبة شوية؟ هو بالفعل يمكن احنا بدأنا الأسبوع ده ارتفاع في نسب الرطوبة، كمان مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترة النهار، وده متوقع انه يكمل معانا اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة إن شاء الله، يمكن نهاية الأسبوع مطلع الأسبوع القادم، لكن تعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها مثل هذا الوقت من العام، يعني هنحس بالأجواء بتاعة النهاردة أو بكرة زي أجواء أمس وأول أمس، اللي هي الأجواء الحارة الرطبة فترة النهار بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا سواحلنا الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء شديدة الحرارة في المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار، لأن كمان هيكون في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وبالفعل وجود نسب رطوبة في الجو بتزود دايما إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات، يعني احنا اليوم متوقعين العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية فترة النهار، هنحسها لو تكون 37 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة، يمكن كمان في بعض الأماكن ممكن تحسها 38 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو. في الإضافة تعرضنا لأشعة الشمس بشكل مباشر هيزود إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة ده خلال فترات النهار، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير، بنحس بيه أكثر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، أجواء فترة الليل أجواء معتدلة تماما على أغلب محافظات الجمهورية، لأن كمان هيكون في نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات، نشاط الرياح اللي بيبقى موجود ده بيؤدي لتلطيف الأجواء فترات الليل وساعات المساء، ما يخليناش نحس إن في نسب رطوبة، نحس بالأجواء المعتدلة والأجواء اللطيفة فترات الليل ساعات المساء الساعات الأولى من الصباح الباكر. بالإضافة كمان متوقع تكون لشبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، الشبورة المائية دي بتتكون في ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 7-8 صباحا تبدأ الشبورة المائية في التلاشي، مش هتأثر بشكل كبير على حركة المرور، كمان حركة الملاحة البحرية على البحرين معتدلة، البحرين هيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، الحمد لله الأجواء مستقرة بشكل كبير في أغلب المحافظات، فقط وجود نسب رطوبة أو الارتفاع في درجات الحرارة اللي بنحس بيه فترات النهار بقدر الإمكان نقدر نتجنبه لو احنا تجنبنا التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3-4 العصر، الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، مهم جدا لو احنا مضطرين للخروج في الوقت ده يكون معانا غطاء للرأس الشمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل، يعني إزازة المية إن شاء الله خلال الأيام المقبلة تبقى موجودة في إيدي على مدار اليوم بشكل كبير، كمان الملابس تكون ملابس قطنية تحت اللون بقدر الإمكان، نبقى موجودين في أماكن جيدة التهوية، يمكن نصيحة دي هتخلينا ما نحسش بوجود نسب رطوبة في الجو أو ما نحسش بارتفاع درجات الحرارة، وإن شاء الله السلامة للجميع دايما. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 35 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 35-22، اسكندرية 30-22، العلمين الجديدة 30-22، مطروح 29-21، ودمياط 32-21، بورسعيد 31-22، الإسماعيلية 36-22، السويس العظمى فيها 36 والصغرى 23، العريش 32-21، كاترين 31-16، طابة 35-25، حلايب 33-28، وشلاتين 37-28، وشرم الشيخ 39-29، الغردقة 38-28.
لو رحنا للفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 23، بني سويف 36 23، الوادي الجديد 41 24، واسيوط 38 23، سوهاج 39 25، وقنا 41 26، الاقصر 21 27، واخيرا اسوان العظمى فيها 41 والصغرى 28. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لباسانت وشاز نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك.